وشوشة. بصي انا اي حد بقابله في الشارع بيأثر عليا سواء بالسلب او بالايجاب. يعني انا ممكن اقعد معاكي فاتعلم منك حاجة في طريقة كلامك، اتعلم منك حاجة في طريقة تناولك لموضوع معين، في فكرة ممكن اكون كانت فكري ضيق في البوينت دي. فانا بتأثر بالناس بشكل كبير، بس بحب دايما اخد الحاجة الايجابية منهم. اهلي اكيد اثروا عليا، ما انت لو مش حد بيشجعك وبيوريكي انه لا استمري انت بتعملي حاجه كويسه هيحبطك فمش هتكملي. لو الناس اللي حواليك مش بيشجعوكي هيحصل كده. اكيد ليكي قدوه، يعني انا في مجال الاعلام انا عندي ناس كتيره جدا بحبهم وببقى نفسي ابقى زيهم. يعني انا بحب اسعاد يونس جدا، يعني شخصيه دمها خفيف، كل الناس مجمعه على ان هي محبوبه وان هي عندها حضور، فبالعكس من الناس اللي انا بحبهم جدا واتمنى ان يبقى ربعهم. منهم اللي نجح ومنهم اللي انا شايفاه يخليه ممثل، بس انا بحس ان هي ساعات بتبقى يعني سبوبه مش عارفه ايه الهدف منها. بعض القنوات بتحس انه دي ممكن حاجه بتجيب مشاهده، في حين انه ناس كتير بتبقى شافت انه ممثلين كتير او مطربين كتير لما طلعوا قدموا برامج ما نجحتش النجاح المستنينه منها. ناجح او مش ناجح؟ لا لا، يعني انا بحب The Voice مصر، لا برنامج حلو، باين انه في مجهود، باين انه في فريق عمل شغال على كل تفاصيله فطالع بالشكل الحلو اللي خلاك انت كمان تقولي اه صح. لا في مره كان عندنا مستمع كنا بنتكلم عن انه الست لازم تاخد بالها من جوزها ومن حياتها وكده، ففي مستمع طلع يعني فضح مراته على الهوا، فهو بيقول كلام كتير جدا. طبعا كان محرج انه ما ينفعش حد يطلع يقول الكلام ده على مراته، فكانت محرجه، بس هو بيقولها بمنتهى العفويه، وهي دي الحاجات اللي بتخليكي فعلا تحسي انك بقيتي قريبه من الناس. هو بيشتكي كانه بيشتكي لاخته انه الحقيني مراتي بتعمل كذا كذا كذا، هو مستني الحل، فهو من وجهه نظره ان هو بيشتكي عشان عايز حل، بس هي الفكره ان هو فضح مراته على الهوا. الحياه الشخصيه متزوجه وعندي بنتين ما شاء الله. وبس بصي الحمد لله دي من مميزات الراديو انه احنا وقت البرنامج طبعا التحضير ممكن احضر وانا بعمل اكل في البيت عادي جدا، ممكن وانا بذاكر لبنتي تحكي لي حصل حاجه معاها في المدرسه فيديني فكره موضوع هتكلم عليه في الحلقه ثاني يوم، فبعرف ادي كل حاجه وقتها الحمد لله حتى الان الحمد لله. طيب ممكن في يوم من الايام تقدمي برنامج سياسي؟ ما بحبش السياسه، ما بحسش اني ان شخصيتي تميل الى البرامج السياسيه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.